خلاص مساء الخير يا ايناس. مساء النور ومساء الجمال كل حاجه حلوه. الاسبوع اللي فات كان عندنا المسابقه بتاعه يعني البرنامج وكان في المسابقه كانت عباره عن سؤال، والسؤال ده هو مين هي ملكه الجمال اللي عملت اول واحده عملت حمام الحليب وكمان طلاء الشفاه. الإجابة جات لنا وهنعلن عن الإجابة في الفقرة الجاية، استنوا ما تروحوش في حتة علشان هيبقى معانا المتسابقة اللي كسبت على التليفون. عايزة أقول لكم إن إحنا خصصنا الفقرة دي عشان نجاوب على الأسئلة اللي ليها علاقة بجمال البشرة. تعالوا نشوف الأول صفحتنا على الفيسبوك بتاعة نبت كلينيك، هي دي الصفحة اللي إحنا من خلالها بنجمع الأسئلة وبنجاوب عليها في حلقاتنا. يلا نشوف الصفحة أهي. الصفحه دي بقى بيبقى عليها الاوفرز بتاعت عيادات نبض، مش بس كده لكن كمان اي حاجه، اسئله عايزين تعرفوا، اي معلومات، اي حاجه بتبعتوا احنا بنجاوب، وكمان الدكاتره بتوع عيادات نبض بيجاوبوا على الاسئله دي. نرحب بضيفتنا النهارده اللي في الاستوديو، دكتوره مريان نادر اخصائي جلديه والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا رنا. مساء النور. الاهلي حديث. طبعا الاهلي حديث. ايوه. عامله ايه يا دكتوره؟ كويسه. جهزنا لك انا وايناس اسئله قد كده، اسئله كثيره جدا واحنا معاكم نجاوب. اول سؤال جالنا من منى. منى بتسال، هي بتقول ان هي ابتدى يظهر لها عندها تجاعيد مع ان هي سنها صغير، عندها 23 سنه، وابتدت التجاعيد دي تظهر في الجبهه وحول العين، فهل العلاج ممكن يجيب تأثير بسرعة؟ بس أنا عايزة أسألك، هما ليه في السن ده؟ دي لسه صغيرة خالص. بالظبط 23. أيوة طبعا جداً. 23 ده سن صغير، مش سن مستصاغ إن هي يظهر لها تجاعيد. بس خلينا نقول ليه أصلا ظهر التجاعيد. احتماليات إن هي تظهر، يا إما هي فيها عامل وراثي، عندها العضلات قوية جدا، أصل تجاعيد الجبهة دي غالبا بتكون نتيجة عضلة قوية. يا إما تكشيرة بقى 111، يا إما خطوط عرضية في منطقة الجبهة، فعلاجها بيكون بوتوكس. اوكي. ظهرت ليه في السن ده؟ يا اما هي هيفي سموكر، في تدخين عندها، او هي عامل وراثي قوي جدا، الوالده كده، الوالد كده، جدتها، او هي عملت دايت قاسي جدا ونزلت كميه كبيره قوي، فاوريدي الكولاجين الموجود في الوش راح. مع قوه العضله الكولاجين الموجود في الوش راح. دي حال عندها عضله قويه في منطقه الجبهه، عملنا لها بوتوكس، كانت النتيجه هي بتعرف ترفع حواجبها بس بدون التجاعيد اللي بتدي سن اكبر. التجاعيد دي حوالين منطقه العين وفي الجبهه وفي منطقه التكشيره 111، بنعمل لها بوتوكس. بيجيب نتيجه امتى؟ بيجيب نتيجه في خلال اسبوع. بيستمر معانا مده قد ايه؟ بيستمر معانا الراوند من اربع لست شهور. الله. النتيجه دي حاله سنها صغير، التجاعيد اللي حوالين منطقه العين الكراوس فيد كانت بتضايقها جدا وبتديها سن اكبر، عملنا لها بوتوكس، البوتوكس بقت بتضحك عادي، مفيش اي ماسك فيس، مفيش اي فاشيال اكسبريشن متغيره، بس الفكره ان هي ما عندهاش شعاع الشمس او رجل الغراب او بيسموها التجاعيد حوالين منطقه العين اللي بتدي سن اكبر، اللي مره في مره في مره هتحفر خطوط ثابته لو انا اهملتها وسبتها وما عالجتهاش. هي السقعه او الشعوب اللي بيبقى جلدها ابيض بيبقى بتظهر عندهم تجاعيد، بتظهر أسرع؟ بدري اكتر. صح. طبعا، لان هي بتبقى البشره فاتحه جدا، فما عندهاش طبقه الميلانين، او صبغه الميلانين بتبقى عامله حمايه للبشره، فاوريدي بتعجز بدري جدا. حتى تلاقي الاجانب صغيرين في السن وعندهم النيزوليبيال او خطين حوالين منطقه العين الجبهه، رغم ان هم سنا صغيرين بس عندهم التجاعيد بتظهر في سن مبكر. تصدقي كده؟ عشان كده السمر دايما ما بتلاحظيش عليهم الكبر. بالظبط. فعلا. عشان كده الميزه على فكره، صح، ميزه فعلا السمار او البشره السمراء بتبقى بروتكتد اكتر من الفاتحه من اشعه الشمس. فبالتالي مش بتعجز، مش بتبقى عرضه ان هي تعجز بدري. لكن التجاعيد يعني حتى لو التجاعيد هتلاقي خطوط بتبقى اغمق من البشره، برضه مش هتشوفي عليهم. بالظبط، دي حقيقه فعلا. الخطوط، البشره القمحيه او البشره الغامقه بتبقى معرضه للعجز متاخر شويه عن بشره فاتحه. بشره فاتحه بتبقى فعلا عرضه لبقع الشمس. الله يكرمك. لان انت جميله ايناس، بس هي الفكره فعلا الفير سكين او البشره الفاتحه بتبقى معرضه للتجاعيد اكتر. او بدري كمان. لكن نقدر نقول لمنى ان ده بياخد هي بوتوكس وخلاص. في خلال اربع ايام لاسبوع النتيجه بتظهر، وبيبقى علاجها بوتوكس، وتبدا في سنها ده. يعني ما تقولش لا لسه بدري، لا، انت بدات مشكله تظهر لك، نعالجها على طول بسرعه. وتبطل تدخين لو انت بتدخني. طبعا لازم تبطلي تدخين. طبعا. طب خلينا برضو، معايا سؤال من سنه صغير بس ده ولد عنده 27 سنه، انا ما اعرفش ليه يعني الاعمار الصغيره دي. صغيرين جدا.
عنده برضو تجاعيد حوالين الفم، وبدأ ان هو كمان يبقى فيه تجاعيد في الخدود. ازاي كمان يلحق يعني؟ انا معرفش انتوا ازاي ما بتهتموش باللايف ستايل بتاعكم. المفروض الميه اكتر حاجه، صح؟ لو هو ما بيشربش ميه تبطلوا التدخين، عشان التدخين ده دمار شامل. صح. طب ويلي بقى يعمل ايه لو عنده تجاعيد حوالين الفم وكمان الخدود؟ بصي يا انس، اولا هو الفكره ان فعلا احنا بدانا نشوف مشاكل كانت بتظهر في سنين في اعمار كبيره، بتظهر في سن صغير، يا 23 سنه و27 سنه، سن الشباب فعلا بتلاقي فيهم منطقه نيزوليبيا الفولد، منطقه تجاعيد حوالين منطقه العين، منطقه تجاعيد في الجبهه، البشره فاقده نضارتها، هالات سوداء، كل المشاكل اللي كانت بتظهر في سن اكبر بدات تظهر في سن مبكر دلوقتي. نتيجه بقى لايف ستايل، نتيجه دايت، وخس وادخن وخس وادخن، نتيجه عمليات تكميم كتير بدون لايف ستايل صح او بدون ارشاد طبيب، كل الحاجات دي بتاثر على الموضوع، خلت التجاعيد اللي كانت بتظهر متاخر تظهر بدري. طب اوريدي حصلت عندي مشكله النيزوليبيا الفولد او خطين حوالين الفم او الخدود بدات تسقط وتنزل، هعمل لها ايه؟ هعالجها عن طريق الفيلر. دلوقتي انا حصل عندي مشكله، المشكله دي بدات تكون ثابته زي الحاله اللي معانا، الحاله اللي معانا دي سنها صغير جدا، كانت تقريبا اراوند اواخر العشرينات، بس هي الفكره ان هي عملت تكميم وخست وزن كبير قوي 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 في وقت قليل جدا، وما كانتش ماشيه مع على فيتامينز، ما كانتش بتروح لطبيب تهتم ببشرتها. فده اللي حصل، ان هي فجاه خست تماما وبقى جسمها كويس، لكن منطقه النيزوليبيا الفولد بقى عندها كتار جدا او خط غويط، الخدود نزلت تماما، فعملت لك الفولد ده. ده بنعالجها عن طريق الفيلر. الفيلر ماده هيلرونيك اسيد، ماده مالئه بتملى، ببتدي ان انا املى بيها منطقه الخدود واعمل بيها رفعه للخد، واملى بيها منطقه النيزوليبيا او الخط من الانف للفم. نتيجه الفيلر نتيجه وقتيه على طول، انا بحقن بلاقي ايميديت ريزلت، يعني الحاله دي خدنا صوره قبل ما نحقن وخدنا صوره على طول بعد ما خلصنا حقن. هنا كمان باينه قوي، ودي على طول بعد ما خلصنا حقن، بس دي حاله اكبر سنا شويه. الخدود عندها فاضيه تماما، منطقه النيزوليبيا الفولد عندها مجوف، فاحنا رفعنا الخد عن طريق الفيلر، ادينا الفوليوم الطبيعي بتاع الخد، الشيب حتى بتاع الخد الشيب اختلف. طبعا حقنا منطقه النيزوليبيا والخط من الانف للفم، وبرده الحاله دي بعد ما خلصنا مباشره، قبل ما نبتدي حقن وبعد ما خلصنا مباشره، وفعلا نتيجه الفيلر نتيجه وقتيه. حلو قوي. لكن يا دكتور عايزه اقول لك، يعني كلنا بنعرف ان الفيلر بيعالج التجاعيد، لكن انا عايزه اسالك دلوقتي زي ما جات لنا على صفحتنا اسئله كتير، هو كمان الفيلر ايه دوره في التجميل؟ يعني بس ان انا اجمل الوش، مش لازم ان انا اعمل عمليه فيلنج يعني املى بيه. عارفه يا رانيا، مفهوم جديد او مفهوم الناس زمان عن الفيلر ان هو هنفخ وشي، هنفخ خدودي، وشي هيتغير، ملامحي هتتغير، السليبرتيز والحاجات اللي بيشوفوها والممثلين و و و كل الحاجات دي ممكن تكون بتضايقهم، انا مش عايزه ابقى زي فلانه. انت مش هتبقي زي فلانه، لان الفيلر كل ما ده ما فكرته عن او فكره التجميل عن الفيلر بتتغير. يعني انا مش هدفي فيه ان انا ادي فوليوم بس، لا خالص، انا ممكن اعمل ليفتنج، ممكن اعمل شد للبشره بالفيلر، ممكن اعمل كونتور او احدد بيه معالم الوش. هو الكونتور ده بقى اللي كلنا بنقف قدام المرايه نقعد نعمل ميك اب الصبح علشان نعمل كونتور. طبعا طبعا ترسمي الوش، يعني ترسمي، تحددي معالم الوش، تبرزي معالم الوش، يبقى فيه الوش متقسم شكله كويس، ابقى عايزه اخرج من غير ميك اب وانا على طول شكلي كويس. كل ده نقدر نعمله عن طريق الفيلر، مش فيلنج بس. يعني في ناس كتير جدا بتبقى عايزه تدي كونتور لشفايفها او تبرز معالم شفايفها. ايوه هنا حتى الدقن باين يعني جدا. يعني بالظبط هنا الحاله حصل لها كونتور سحبه للوش، الوش اتنحت بدون ما يتغير ملامحها، يعني هي نفس الحاله بس اصغر مثلا 10 سنين. عارفه في كان في تانية في الصوره هنا الخد مقسوم، الخد مقسوم، الخد متني، دي حلوه قوي. هنا كمان الفيلر بنقدر ان احنا نحسن بيه اللاينز الموجوده في الوش. اللاينز يعني واحده وهي خطوط جامده جدا، صح، الخطوط وهي بتضحك ثابته وبارزه معاها، دي بنعالجها عن طريق الفيلر. انا ما غيرتش معالم وشها، لكن وشها اتغير كشكل، احلو، اترسم، اترسم، صغر سنا. هو ده مفهومي عن الفيلر، اقدر اعمل بيه ليفتنج، اقدر اعمل بيه نضاره، اقدر اعمل بيه كونتور، مش فوليوم دايركت. فوليوم دايركت دي في اللوس اوف فوليوم، اللي هو في حالات بقى اللي خست كتير قوي قوي على طول ادخل بفوليوم دايركت، لكن في حاجات كتيره جدا اقدر انحت بيها معالم الوش، ارسم بيها معالم الوش بالفيلر. ميزه الفيلر برضو ان هو immediate result. على طول البيشنت اللي عندها مناسبه، عندها فرح، عندها خست، والحقيني يا دكتور وشي مكتئبه، الفيلر هو الحل. الفيلر التكساس فعلا، دي حقيقه، التكساس ده بقت مجنن الناس. ايوه بقت موضه دلوقتي، بقت تقول لي يا دكتور انا ببقى عايزه توريني صور، عايزه ابقى زي دي، عايزه ابقى زي دي. تقدري توصلي بس على حسب شكل الوش، شكلها هي
على حسب بالظبط شكل الوش ملامح البشره عامله ازاي نقدر ننحت فيها الجو لاين ونعمل منطقه التكساس ومشهوره جدا 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 دلوقتي. ناس كتيره بتطلبها وناس صغيرين في السن ان هي بتبين الجو لاين. التكساس يا جماعه اللي هي الحته اللي بتبقى موجوده هنا الفك بيبقى علشان عريض. يبقى الحتتين دول يبقوا كده عريض كده زي وائل كفوري وكارول سماحه دلوقتي. يمكن زمان لو تفتكري هم من اوائل الناس اللي عندهم الفك صح التكساس. في ناس فعلا طبيعيه عندها الموضوع ده بيبقى جميل جدا دلوقتي. طب خلينا طبعا هي سالت سؤالي بس انا عايزه اعرف الكورس اللي احنا نبتدي نمشي حتى لو من غير فيلر ايه الحاجات التانيه نقدر نرسم بيها برضو الوش؟ اقدر ارسم الوش بكذا طريقه. اولا بالفيلر زي ما احنا اتكلمنا ان انا انحت بيه منطقه الفك اللي هو هعمل بيه تكساس. التكساس دي عباره عن ايه ببساطه زي ما انت قلتي رانيا ان انا بحقن في منطقه زاويه الفك نفسه ببتدي احقن فيلر فبتدي تدي عرض للمنطقه دي مش كل الوشوش تمشي عليها تكساس. يعني دي حاله كان عندها مشكله من الصوره اللي تحت قبل ما نشتغل على طول والصوره اللي فوق بعد ما اشتغلنا. هي كان عندها مشكله ان هي ما عندهاش معالم الرقبة مع الوش سايحين على بعض وفي سنه لغد يعني وفي سنه لغد بالظبط. دي حقيقه احنا نحتنا منطقه الفك ودي برضو حاله قبل ما نشتغل على طول وبعد ما اشتغلنا نفس المشكله ان هي عندها الفك والرقبه والوش مش يعني سايحين على بعض مفيش معالم محدده. فبمجرد ما بتمشي على الجو لاين او على منطقه الفك بالفيلر او بالخيوط او بالهايفو على حسب كل حاله من الحالات دي اشتغلناها بطريقه وعملنا في بعض الحالات كومباينيشن ما بين حاجتين. يعني في الحاله الاولانيه اشتغلنا خيوط لمنطقه الفك. الخيوط مش ليفتنج بس انا اقدر اعمل بالخيوط تحديد لمنطقه الفك بقى لا ميك اب ولا تصغري المناخير حتى الفيلر في رسمه المناخير بيقدر يصغرها طبعا طبعا حل الفكره ان انا نختار البيشنت عندها مشكله ايه وعلاجها ايه مش حسب يعني على حسب المرحله العمريه على حسب المشكله اللي عندها على حسب هي عندها لغد ولا لا. يعني انا ممكن اعمل هايفو في منطقه اللغد وخيوط على منطقه الفك فاحنا بننحت الجو لاين. في حاله تانية ممكن نعمل معاها هايفو برضو في منطقه اللغد ونطول التشين شويه ندي استطاله لمنطقه الدقن بحيث ان هي تداري الدبل تشين الموجوده عندنا ونعمل فيلر تكساس. فعلى حسب كل حاله مش هي مش اسطمبه ثابته. عندي ادوات كتيره جدا اقدر اعمل بيها كونتور اقدر اوظفها في كل حاله على حسب المشكله عندها. انت ممكن تعملي كونتور في الحته دي يعني الحته دي صح. من اهم الحتت اللي بيتعمل فيها كونتورنج اللي هي الحته بتاعت التشيك بون صح. شفتي الحالات اللي كانت معانا دي الحالات دي ميزتها ان هي بمجرد ما بنخلص بناخد صوره قبل وبناخد صوره بعد. الحاجات دي كلها فعلا immediate result. انت البيشنت ما بتكونش مصدقه المشكله اللي عانيت منها كتير وكنت فاكره ان علاجها جراحي بس لا علاجها ممكن يكون خيوط علاجها ممكن يكون هايفو علاجها ممكن يكون فيلر. بتقنيات بسيطه جدا اقدر اوصل البيشنت لشكل مرضي بالنسبه لها يحدد لها معالم وشها. عارفه يا دكتور ساعات برضو الواحد بيقف في المرايه يقول ايه طب انا لو طلعت دي بس هتبقى المنظر كده. طيب شذا فرحها قرب وبتقول ان هي عندها بشره مش نضره لان هي كان عندها مذاكره واضح انها لسه متخرجه يعني والفتره اللي فاتت دي طبعا مشغوله كانت في الجهاز والتوظيف فبتقول ان هي عايزه ترجع النضاره بسرعه قبل الفرح بتاعها. دي مشكله بنات كتيره قوي ان هي بتخلص ستريس الامتحانات تتشغل في الجهاز فجاه اوب فرح يقرب اعمل ايه في وشي. لها حل بس طبعا انا بفضل يا رانيا زي ما انتوا عارفين انا بفضل ان احنا نكون بدانا بدري شويه بس فنفض ان احنا خلاص اتزنقنا وما عندناش وقت وعايزين نوصل لنتيجه كويسه. هنقدر نوصل نتيجه كويسه. اولا البشره لو فيها شوائب او فيها اسمرار طبعا مع الشمس مع حراره الجو احنا في اواخر الصيف مع البشره نقدر ان احنا نعملها تقشير. التقشير يقدر جلسه في اسبوع حتى الصوره دي مبينه جدا طبعا البشره تقشير. مسمره من الشمس مجهده تعبانه مع نزول الجامعه مع نزول كتير في فتره الشمس حتى لو انا بحط سان سكرين حتى لو انا بحط سان بلوك برضه بشرتي السان سكرين مش بيحميني 100% من تاثير الشمس لا هو بيحميني من تاثير الشمس المضر لكن اوريدي بيكون البشره حصل فيها نسبه اسمرار فاقدر اعمل تقشير او بيلينج. البيلينج ده بيدي نضاره للبشره ان هو بيشيل طبقات الجلد المجهده التعبانه المسمره. اقدر اعمل الفيلر بس بطريقه مختلفه شويه ان انا بعمل فيلر بنباج او بطريقه بان انا اوزعه في الوش. هو فكره الفيلر ليه بيدي نضاره او ليه البيشنت بتيجي تقول لي انا كلهم بيقولوا احلويتي بس مش عارفين انا عملت ايه. عشان الفيلر ماده الهيلورونيك اسيد او ماده الكولاجين بتمتص ميه فتعكس زي جلوينج نضاره في البشره وشي يبقى جلوي شكله كويس. حتى لو انا ما عملت ما اديتش فوليوم هي اتغيرت احلوت بس مش عارفين عملت ايه. حتى الديرما جولد احنا عملنا فقره على الهواء والديرما جولد طبعا الديرما جولد دي من التقنيات الحديثه جدا عباره عن
تيوب صغيره بيبقى فيها سنون جولد بنعدي بيها على البشره، بنضيف فيها بقى سواء ميزوبوتكس كولاجين فيتامينز الخليط بتاع النضاره بتاع نبض زي ما انت عارفه، يدي جلوينج للبشره، الى جانب ان الجولد ده بيخلي الماده بنتريت او توصل اكتر للبشره في وقت قليل. اوكي. فادوات النضاره كتيره قوي عندنا، في من جلسه واحده في كورس جلسات لو انت عايزه تمنتين الريزلت اطول فتره ممكنه، فكل ده اقدر اوصل بيه البيشنت لنتيجه كويسه على حسب سنها ومشكلتها. اوكي. الله حلو قوي، كورس النضاره ده لازم نجربه، لازم كلنا نعمله. خلينا حتى نروح في مدام احلام بعتت لنا سؤال بتقول ان فجاه حست ان في عندها 60 سنه، انت لازم تحسي بكل الحاجات، ترهل في منطقه الجفون والوجه، يا ترى هل يعني حل الترهل ده ايه وازاي تحافظ برضو على العلاج حتى لو هي عالجت اللي في وشها برضو تقدر تحافظ عليها؟ ده سؤال حلو جدا. صح. اولا 60 سنه ده سن بدايه ترهل الجفون، الترهل الجفون ده ممكن اشوفه في سن اصغر من كده، او ممكن اشوفه في بنات عندهم عشرينات وثلاثينات، ممكن اشوفه في سيدات كبار بحسب الايجنج بروسيس. فانا منطقه ترهل الجفون ده بعالجها عن طريق حاجه اسمها جيت بلازما، الجلد مترهل بيبقى في بطانه في الجلد، الجلد نازل شويه، فبعمل له موضوع الجيت بلازما. الجيت بلازما ده جهاز بيعمل شد للجفون غير جراحي. يعني انا بمثل البيشنت تملي، بقول له انا عندي مساحه من الجلد، مع اول جلسه قللتها، تاني جلسه قللتها، تالت جلسه قللتها، رابع جلسه قللتها، لغايه ما بتروح تماما. يتحسي ان تقريبا عندها برضو نفس السن. بالظبط، ده حاله ودي حاله تانية خالص، تحسي ان ده شخص تاني اختلف، لان احنا عملنا لها تجميل لمنطقه العين نفسها بدون جراحه. عملنا ايه في الحاله دي؟ اشتغلنا بوتوكس في منطقه الجفون، واشتغلنا فيلر في منطقه تجويف ما تحت العين. العين انا قلت برضو كده. الحاله دي كان عندها الجلد فوق منطقه العين مكرمش، بمجرد ما عملنا جيب بلازما الجلد بقى تايت، تحسي ان هو الجلد نفسه بقى مشدود شويه، الجلد اتفرد. حتى في ناس ما عندهاش ترهل بس تقول لي يا دكتور الجلد نفسه ما عادش فيه الشده او ماسك نفسه كده زي ما كان زمان، فده بنعالجه عن طريق الجيب بلازما. فالجيب بلازما بيعمل شد للجفون غير جراحي، يعني انا اقدر اعمل حوالين منطقه العين توتال بليفروبلاستي، او اعمل تجميل لمنطقه حوالين العين، فيلر بسيط تحت العين، جيت بلازما في منطقه الجفون من فوق، تعالج لي المشكله اللي البيشنت كانت بتفتكر ان هي ملهاش علاج غير جراحه. اوكي، بصي بقى السؤال اللي جاي ده هساله لك، ده سؤال بقى يعني ايه، مش بس مدام منال اللي بعتها، لا ده يعني سؤال في اي مكان بنخرج بنسمع الشكوى دي. هي بتقول انها عندها 45 سنه وابتدى يظهر عندها تجاعيد في الرقبه وايديها كمان، العروق ابتدت تظهر. بس 45 سنه ده بتهيألي بيبقى لسه بدري شويه ولا في البدايه ظهور الموضوع بالظبط. اوكي. اولا كويس ان هي خدت بالها من النقطه دي، لان كتير جدا من البيشنت بيكونوا مهملين منطقه الرقبه، منطقه الديكولتيه، منطقه الايدين، فاحنا صح، والمناطق دي بتكون مهتميه ببشرتها، وشي 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 وشي، وتسيب منطقه ايديها وتسيب منطقه الرقبه، ودول اللي بيبينوا السن اكتر. بنعالجهم عن طريق ايه؟ اولا منطقه الرقبه بدات تظهر ليه؟ هل هي مثلا جاولز ونزلت؟ هل هي لغد منطقه الفك بدا يحصل فيها ترهل فعملت لي منطقه الرقبه؟ يعني دي حاله عندها تجاعيد في منطقه الرقبه بس سببها منطقه الوش بدات يحصل فيها ترهل فعملت لي الجاولز، فلما رفعناها حسنت الرقبه. ودي نفس الحاله مع سن اكبر شويه، الحاله اتسحبت على فوق، لفوق اترفعت الرقبه، كان ترهل الرقبه بسبب ايه؟ بسبب ان الجاولز او منطقه الفك نزلت لتحت فعملت لي زي دبل تشين وعملت لي تجاعيد في منطقه الرقبه. بمجرد ما بنرفع الوش بالخيوط والحالات دي كلها immediate result، يعني النتيجة في ساعتها على طول. بيبتدي تحسن الموضوع عندنا. الصورة اللي معانا دي برضو دي الإيدين، الإيدين بدأت مشكلة بنات كتير جدا في سن صغير أو سن كبير نتيجة برضو الدايت القاسي، الإيدين بدأ عروق يتبان يا دكتور، إيديا اتجعد، إيديا ما عادتش مشدودة زي زمان، اسمرت نتيجة التجاعيد اللي بدأت تظهر فيها، فدي بنحقنها فيلر، بنحقنها فيلر او بنحقنها مايكرو فات. المنظر رهيب، المنظر اتغير تماما، ايد شخص وايد شخص تاني. اصغر سنا كتير. خلي بالك مهما كنت عامله تجميليا برضو، حتى تجميليا ونفسيا، يعني في بيشنت تيجي تقول لي انا ايدي مش باينه قدام الناس بس هي مضايقاني انا نفسيا طبعا، فمجرد ما بنحقنها سواء مايكرو فات او سواء دهون او سواء فيلر بيبتدي يحسن الموضوع معايا، يديني نتيجه كويسه جدا والنتيجه فورية على طول. عشان البيشنت بتسال، كل البيشنت بيسالوا هلاقي نتيجه امتى؟ هلاقي نتيجه في ساعتها، هتحقني هتلاقي النتيجه على طول. يا رب نكون جاوبنا على كل اسئلتكم اللي تخص البشره والشعر والجسم وكل المشاكل قبل الحمل والولاده وبعد الحمل والولاده، كل حاجه.